أطلق إعلاميون ونشطاء سوريون صفحة على موقع فيسبوك بعنوان تأكد، وذلك بهدف تسليط الضوء على الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة التي تنشرها وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية، إضافة لتصحيحها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر سكايب الصحفي السوري أحمد بريمو، مؤسس منصة تأكد. أهلا بك أحمد، لو تحدثنا أكثر عن تأكد التي أطلقتها وكيف نشأت هذه الفكرة. أهلا فيك أستاذ أحمد، تحية لك ولجميع الزملاء في قناة حرب اليوم، وباسمي واسم فريق تأكد منصة تأكد الإعلامية مقدم أحر التعازي لأسرة حرب اليوم وأسرة الشهيد زاهر الشرقات الله يتقبله. بس في تصحيح الذي أخبرك إياه، أنه نحن تجاوزنا مرحلة صفحة فيسبوك، نحن حاليا موقع إلكتروني. هو بالأصل المشروع هو عبارة عن مشروع إعلامي الهدف منه هو تصحيح الأخبار والمواد الأخبارية الخاطئة وتبيان حقيقة كل خبر أو كل مادة خبرية. طيب أحمد، بعض الناس ترى أن تأكد أنشئت لاستهداف القنوات والوكالات الأخرى من خلال التشكيك في مصداقيتها، ما هو ردك على هذا الكلام؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. نحن بعد 5 سنوات من الثورة بصراحة الانتشار الكم العدد الكبير من وسائل مؤسسات الإعلام البديل وانتشار ظاهرة المواطن الصحفي ساهمت بشكل كتير كبير بضخ أخبار مغلوطة، أخبار كاذبة، أخبار غير صحيحة، سواء كان على مستوى الأخبار المتعلقة بالمعارك أو التطورات الميدانية التي تشهدها سوريا أو كافة الأصعدة الأخرى. فهذا الشيء أدى لإفقاد جزء كبير من مصداقية الإعلام الثوري والإعلام البديل لدى المتابعين، سواء كانوا من المتابعين المؤيدين للثورة السورية أو المتابعين المحايدين أو المتابعين غير السوريين. طيب أحمد، فنحن المعايير التي تقومون من خلالها بتصحيح الأخبار ما هي؟ المعايير هي أي المعايير التي المتبعة من قبل كافة وسائل مؤسسات الإعلام، هي معايير إيجاد مصادر موثوقة، معايير مقاطعة المصادر مع بعضها البعض للتأكد من صحة الخبر. دائما نحن لا ننفي أي خبر أو أي مادة خبرية إلا من خلال إيجاد مصدر موثوق يحتوي على دليل دامغ منشوع على الانترنت او من خلال تصريح من قبل مصدر موثوق لنفي هذا الامر او هذه الماده الخبريه او الصوره او ما الى ذلك. طيب احمد، الوكالات او القنوات الاخباريه التي تنفون الاخبار التي تنشرها، كيف تجاوبت معكم؟ هل حذفت الاخبار؟ هل قدمت اعتذار للمشاهدين؟ حقيقة حتى الآن لم تقدم أي وسيلة من الوسائل التي صححنا لها اعتذار، لكن بعض الوسائل قامت بتصحيح الخبر أو المادة الخبرية، بعضها قام بحذفه، بعضها أصر على أنه صحيح رغم أننا قدمنا للمتابع الدلائل التي تؤكد أن هذا الخبر ليس كما نشرته الوكالة سين، بل كما هو نحن نوضح لكم هذا الأمر من خلال مثلا صورة أو تسجيل فيديو أو تسجيل صوتي أو تصريح. طيب أحمد، هل تقومون برصد ومتابعة جميع القنوات الإخبارية بما فيها حتى وسائل إعلام النظام؟ نعم، نحن لدينا حاليا في الموقع 4 أو 5 أقسام رئيسية. القسم الأول هو أخبار المعارضة، طبعا أخبار المعارضة بما فيها أخبار التنظيمات بين قوسين الإسلامية. لدينا قسم لأخبار النظام وهو القسم الرئيسي، لدينا قسم لأخبار التواصل الاجتماعي أو إعلام التواصل الاجتماعي، لدينا قسم الإعلام العربي وقسم الإعلام الأجنبي وقسم لإعلام الأحزاب الكردية. هذه الوسائل أو هذه الفئات الخمسة جميعها نرصد أخبارها ونتعامل معها بنفس السوية، سواء كانت تنشر لصالح الثورة أو ضد الثورة لا يهم، نحن نبحث عن الحقيقة أو هدفنا أن نقدم الحقيقة والحقيقة فقط للمتابعين الذين
يرتادون إلى لزيارة منصتنا سواء عبر صفحة الفيسبوك أو سواء عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقناه مؤخرا. فكرة جميلة جدا أحمد، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وإيضاح فكرة تأكد، الصحفي السوري أحمد بريمو مؤسس منصة تأكد، شكرا لك. شكرا جزيلا، شكرا لكم ولجميع السادة المشاهدين والعاملين في قناة حلب اليوم.